أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من إحدى الدول العربية، أخوكم الذي رمز لاسمه بتاء شين خاء. يقول فضيلة الشيخ: يأمنا إمام راتب وكنا نصلي خلفه، ولكن بعدما عرفنا أنه يقوم بأعمال شركية، وهو أنه يعتقد في الأولياء والصالحين بأنهم يشفعون في أصحابهم وأنهم يضرون، وقد مرض هذا الشخص وقد مرض له شخص من عائلته، وحاولنا أنا وأخي أن نعالج هذا المريض من أسرته ببعض الرقى الشرعية لأننا شككنا أن به مس، ولكن لم يقتنع بذلك وأحضر له ما من حنفية يعتقد هو وكثير من الناس بأن فيها بركة من رجل صالح، حيث إنه قبل موته ترك بركة فيها ماء. ومن المعروف لدى العارفين بالله بأن هذا الرجل كان يعالج الناس بطرق غير شرعية، وأنه يتعامل مع الجن، ولم يكن يصلي البتة. وعندما نصحنا هذا الإمام لهذا المسجد وأخبرناه بأن هذا الأمر شرك ولا يجوز، فلم يستجب لهذه الدعوة، وكان كلما فتحناه في هذا الموضوع يقول: دعونا من هذا، ويتهمنا أنا والإخوة بأننا مبتدعين. وكان كلما فتحنا هذا الباب يقوم على فوره لذلك، فقد تركنا الصلاة خلف هذا الرجل، فأفتونا مأجورين في الصلاة خلفه. لا شك أن من دعا غير الله أو اعتقد في ميت أو غيره من شجر أو حجر أو جن أو إنس أنه ينفع ويضر من دون الله، أن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ما ذكرتموه عن هذا الرجل من هذا الاعتقاد الشركي في المخلوقين لا يجوز لكم أن تصلوا خلفه، ولو صليتم خلفه فصلاتكم غير صحيحة، لأنه هو لا تصح صلاته في نفسه أنه مشرك، ولا تصح صلاة من خلفه. فأنتم أحسنتم باعتزاله بعد مناصحته وبعد البيان له، فلما لم يقبل النصيحة واستمر على غيه وضلاله، فعليكم أن تعتزلوه وأن لا تصلوا خلفه، وأن تحذروا بقية المسلمين الذين يصلون خلفه، حذروهم من ذلك وتخبروهم بأنها لا تصح الصلاة خلف من هذه عقيدته، لأن هذا من النصح للمسلمين. قد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد أن تنصحوا إخوانكم الذين يجهلون حقيقة هذا الرجل أو يجهلون الحكم الشرعي، أن تبينوا لهم أن الصلاة خلف هذا الرجل لا تجوز، وأن هذه العقيدة شركية وباطلة. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول الشيخ: هل يعذر بالجهل بعد إقامة الحجة عليه؟ الأمور الظاهرة كالتوحيد والشرك، الأمور الظاهرة واضحة في القرآن والسنة، لا يعذر أحد بالجهل إذا بلغه القرآن وبلغته السنة، وزيادة على ذلك بلغه كلام أهل العلم، فإنه لا يعذر وليس جاهلا، ولكنه يتعمد المخالف. ومما يدل على أنه ليس بجاهل أنكم نصحتموه فأبى يقبل النصيحة، فهذا إذن معالج. نعم.